المجلس وانتم اللي تكتبون ويشارككم في موضوع النقاش وعندك في المحضر ما يكتب على العضو طبعا وحضر الاجتماع بدعم من المجلس في هذا البلد. أنا سؤالي من الشباب مثلاً إلى أخذنا كونا لجان أخرى ممتاز فرعية يكون لها أعضاء آخرون من شباب آخرين ليس كذلك؟ نعم بس رئيس اللجنة يكون من أعضاء المجلس. إيه ممتاز لازم من أعضاء المجلس. إيه نعم. طيب السؤال الأخير مثلاً لو استعملنا بشخص من خارج المحافظة أو خارج المنطقة الشرقية مثلاً لو عقدنا دورة في القراءة فهو يعني مناش أخرى للشباب تكاليف هذا الشخص مثلاً أو المجموعة التي يتم تكون على الميزانية وانت بيكون عندك ميزانية الأجهزة الثقافية والفكرية حسب الميزانية طبعاً ولا بس حط مجال المجلس كمجلس كهيكل كجهاز كجسم لا هو تشريعي ليس تنفيذي ما ينفذ يعني انت تصدر التوصيات والتنفيذ اما على الجهات اللي شكلها المجلس او على الجهات الاخرى لا كلام مشاريع الشباب المتلبية الاحتياجات. عبد الله الشمري من محافظة الدمام. هنا في الفقرة تقول عندي تبنيات اقتراحات ومشاريع الشباب الملبية لاحتياجاتها. هل هناك سقف معين لتلبية الشباب؟ يعني ممكن هناك تيجي طلبات كثيرة وبحيث نسهل على نفسنا انه نحط لها سقف معين او هي مفتوحة الطلبات ولأي مدى راح يتم تنفيذها؟ في مشاريع على مستوى المجلس يعني ممكن تنفذ بميزانية المجلس أو بإمكانات محدودة موجودة في المنطقة وفي مشاريع زي ما تفضلت قد تكون مشاريع كبيرة جدا بيكون للمجلس الرئيسي ولأمانة مجلس المنطقة دور في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة يعني خلنا نعطيك مثلا لو أنت عندك في الدمام 200 شاب يبون تمويل مشاريع صغيرة قد المجلس لا يملك الميزانية أن يمول 200 شاب صح ولا لا؟ لكن المجلس يستطيع أن ينسق مع الجهات المانحة صندوق تنمية الموارد، صندوق الأمير سلطان، برنامج الأمير محمد، المئوية، عبد اللطيف هذه كلها جهات مانحة ولو جاها مشروع من جهة واحدة تتسهل الأمور كثير هنا دور المجلس بيكون
يعني تنفيذي إلى حد ما يسلم أن الشباب يحصلوا على أو يعني يحصلوا على هالمبالغ. لكن لو جاءك مثلا واحد شاب قال لك يا أخي أنا عندي فكرة إقامة معرض أتبنى فيها مواهب وإبداعات الشباب، معرض خلي كلفك 50-100 ألف، هذا من ضمن حدود ميزانية هذا المجلس، فيعتمد على حجم المشروع اللي بيتبناه المجلس. وقد يكون في مشاريع يتبناها المجلس على مراحل، يعني السنة هذه يعمل كذا، اللي بعدها يعمل كذا، اللي بعدها يعمل كذا. بالنسبة للمجلس الآن في محافظة الدمام، إذا حبينا مثلاً نعمل دورة في مجال مخصص للشباب، يعني طلبات الشباب مثلاً في التصوير الفوتوغرافي أو إعلامي أو تمثيل، وعملنا لهم دورات، مقر الدورة هذه اللي تم عملها هل في مكان معين أو على حسب الاختيار؟ والله عندنا أماكن كثير، عندنا برنامج الأمير محمد كلكم سمعتوا عنه لتنمية الشباب، هذا برنامج مجهز بكل التجهيزات، وبناء على توجيهات الأمير محمد هذا المبنى تحت خدمة المجالس، كل المناشط والفعاليات اللي المجالس ترغب القيام بها بالإمكان يعمل في هذا المبنى، والمحافظات البعيدة ممكن يتم التنسيق برضه ويوفر لهم المكان، ما أعتقد يعني المكان فيه أي مشكلة. يعطيك العافية. إحنا بس ترى عندنا مسرح كبير في برنامج الأمير، بس ما في عندنا مطعم وكذا، فقلنا فرصة في رمضان نتغبط وياهم. يعطيك العافية. السلام عليكم وتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال. سليمان المشرف محافظة الخبر. بالنسبة لبند أو مادة أهداف المجلس، التصور حقيقة المبدئي بعد الطرح الرائع منك سعادة الدكتور أنه هنالك يعني واجب علينا أن نتصور الدور المناط بنا كمجالس واستقبال التحديات الشبابية، وأن نكون صلة وصل ما بين الشباب وبين المسؤولين. فالسؤال، ما هو مساحة أو ما هي مساحة الصلاحيات التي نصورها للشباب كمجالس شبابية ونتحرك من خلالها؟ يعني التحديات الثقافية مثل ما تفضلت، الاجتماعية وإلى آخره. مساحة الصلاحيات، احنا لما نجي نكلم الشباب يعني ما نبغى مثلا نعطيهم تصور واسع جدا، نريد ان نعرف الصلاحيات الممنوحة لنا لكي نستطيع ان نسقطها على اهداف المجلس. وشكرا. وما في شك من اول اجتماع ان شاء الله سيكون هناك يعني مهام وصلاحيات المجالس، سواء المجالس الفرعية او المجلس الرئيسي. لكن أنا أقدر يعني أجيب على سؤالك الآن باختصار من واقع الاجتماعات اللي أنتم تعملونها. أنت تبحث أي قضية تهم الشباب وتهم المجتمع بشكل عام لها علاقة بالشباب، ومن ثم ستضعها على جدول أعمالك وتأخذ فيها توصية معينة. هذه التوصية ترسل إلى رئيس المجلس الشبابي. رئيس المجلس الشبابي الأشياء اللي من صلاحية المجالس يوافق لك عليها، الأشياء اللي مو صلاحية المجالس تحال إلى عميد عام مجلس المنطقة وهو يرفعها للجهة المختصة. يعني أكيد حنا في نهاية الأمر وإن شاء الله نقدر قبل الاجتماع الأول بيكون في مهام وصلاحيات، لكن مهما فصلت في هذه الصلاحيات ستطلع عليك أمور ما هي موجودة في القائمة بالطبيعة، يعني مستجدات ما ترد في هذه القائمة من المهام والصلاحيات، لكن في الأخير تطرحها أنت في الاجتماع وتناقشها وتأخذ فيها توصية. يعني بعطيك مثال بسيط، تقدم لك واحد قال لك يا أخي أنا أبغى أسوي مهرجان سيارات معدلة في الحفر، مهرجان سيارات معدلة يكلفنا 1,000,000 ريال وفي ميزانيتك 200,000 ريال، أنت ما يمنع أنك تناقش الموضوع وتطرحه كتوصية يوصل المجلس في إقامة هذا المهرجان. خلاص أصحاب القرار هم المعنيين الآن، بيدبرون لك المبلغ، بيرجعون لك نفس التوصية، يقول لك لا والله هذه التوصية ممكن بعد 3 سنوات، يقولون لك لا والله هذا المهرجان يقام في الدمام ويكفي، ممكن يقام المهرجان على سكيل صغير، يعني يعتمد. لكن أنت تطرح أي موضوع في المحور وصاحب القرار يقول لك هذا من صلاحياتك توكل على الله، هذا لا قف الآن وحنا بنركب لها. لكن في الأخير إحنا حتى لو زي ما قلت لك لو أصدرنا قائمة بالمهام والصلاحيات سيطرح جديد وجديد 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 ولم تنتهي المسألة.
لكن ايش اللي يحل المشكله هذه والاشكاليه هذه؟ اللي يحلها قضيه انك تبحث كل المواضيع وتضعها ويجيك الرد. طبعا يمكن في نقطه احنا ما ذكرناها في اللائحه اللي هي في حاله، وانا ودي اكد عليها، خلال 15 يوم اذا المجلس الفرعي رفع المحضر الى رئيس المجلس الشبابي بالمنطقه خلال 15 يوم اذا ما جاء رد تعتبر كل التوصيات موافقه عليها. هذه لم توضع حقيقه ويجب ان نضعها على اساس برضو لا يجي رئيس المجلس الشباب بالمنطقة ويأخذ محضر حفل الباطل مثلاً ويخليه عنده شهرين. طيب الجماعة يمكن عندهم بعض التوصيات مرتبطة بتاريخ معين، مرتبطة بوقت معين، مرتبطة بالدراسة. فحنا نقول 15 يوم إذا ما جاء رد رئيس المجلس على توصيات محضر المجلس الفرعي بالمحافظة تعتبر كل التوصيات قرارات النافذة موافقة. السلام عليكم. السلام. نافع البحري من محافظة بقيق. يمكن السؤال قد يخصك أو يخص السيد سلطان. بالنسبة الآن، هل للمجلس الفرعي أنه يستثمر الميزانية في توظيف الشباب أو في قد يكون في فائض مثلا في الميزانية؟ هل يرجع للأمانة عشان نخلص الميزانية مرة واحدة نستغلها خلال الوقت المحدد، أو أنها في مجال أن تستثمر المبالغ قد يوظفون مجموعة من الشباب، أو يكون فيه يعني قد مثلا نجمع على مشروع معين يستفاد منه فئة معينة، ممكن معهد أو أي محل معين، أو حتى مثلا سيارات أجرها وكذا بعد إشراف أو موافقة رئاسة أمانة المجلس؟ إذا وافق المجلس ما عندنا مشكلة. أنا بس بدي برضه أوضح نقطة. في بعض المشاريع اللي يعتقد او تعتقد المجالس انه تحتاج لها مبالغ، يعني خلني اعطيك مثل بسيط. لو مجلس من المجالس قال انا والله ابغى اعمل دوره للسكرتاريه التنفيذيه لخمسين شاب من خريجيه الثانويه العامه، ووضع لها ميزانيه المجلس، وضع لها المجلس ميزانيه 100,000 ريال 200,000 ريال، لما تجي التوصية إلى رئيس المجلس الشبابي بالمنطقة مع الإخوان في مجلس المنطقة قد يكون لهم رؤية تختلف. تختلف في ماذا؟ في الوقت اللي أنت تضع فيه ميزانية 100,000 و 200,000 ريال، أنا عندي في برنامج الأمير دورات تعقد مجانا ومعترف فيها، ممكن أنا أحرك البرنامج هذا من الدمام إلى حفر الباطن. المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني تقوم بدورات مجانية، جهات كثيرة تقوم بدورات مجانية. فليس من الضرورة إذا كان في موارد أخرى من جهات سواء حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني تقوم بنفس الدور وبتوفر عليه في الميزانية، ليش لا؟ صح ولا لا؟ لا. السلام عليكم. صلاح المغوث، محافظة الأحساء. دكتور، بالنسبة للمعاملات الحكومية، بعض الأهداف أو البرامج تحتاج أن نحن نكون متواصلين مع بعض الدوائر الحكومية. سؤالي، ما هو حجم قوة سلطة المجلس بالنسبة لتواصلنا مع الدوائر الحكومية ذات الصلة بالنسبة لأي برنامج معين؟ هل بذاك القوة معينة أو في حدود معينة؟ هو في الحقيقة المجلس ليس له اتصال بالأجهزة الحكومية كما ذكر، هو الأداء أو الوسيلة التي سيتم فيها التواصل بينكم وبين أصحاب القرار هو هذه الموضوعات التي تبحثونها في جدول أعمالكم. أنا أعطيك مثلاً، عندك مشكلة أو عندك اقتراح لجهة حكومية، نحن في الحقيقة لا نحبذ أن المجالس أو أعضاء المجالس يكون لهم اتصال بالأجهزة الحكومية. المجالس وأعضاء المجالس على هذه الطاولة يضعون كل القضايا التي سواء ذات علاقة بالأجهزة الحكومية أو ذات علاقة بمؤسسات مجتمع أخرى يضعونها على الطاولة ويضعون الحلول المقترحة ويرسلونها، وبعدها هناك جهات تنفذ. يعني المجلس المنطقة هو المسؤول عن الخدمات والتنمية بالمنطقة الشرقية، وهو الجهة المخول لها بالاتصال بالأجهزة الحكومية. فعلى سبيل المثال، لو طرح أي موضوع عندكم مشكلة مع جهة حكومية ترفع من خلالها المحضر، ستصل إلى أمانة المجلس
وأمانة المجلس هي المخولة باتخاذ الإجراء المناسب. ممكن إيه تابع غير هو إيه لا 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 ما في سلطة لا لا ما في سلطة ما ما لا يوجد هناك سلطة للمجلس على أي جهة أخرى. المجلس هو استشاري وتشريعي، يشرع توصيات تتعلق بحاجات الشباب وبقضايا الشباب. إذا كان في مشروع شباب والله يحتاج متابعة وكذا، أيضا سيتم التنسيق بين رئيس المجلس وبين أمانة مجلس المنطقة. الفكرة يا إخوان نحن كلنا مشتركين نريد أن ننجح هذه التجربة، ولو صار يعني من بعض أعضاء المجالس صار في تدخلات لازم حكومية وهذا يروح يراجع كذا وهذا يروح يراجع كذا، طبعا برضو الأجهزة الحكومية لها إجراءاتها ولها أنظمتها، ولا يعني ولا ترغب لمسألة واحدة 50,000 واحد يراجع. فودنا أن العمل يكون منظم من خلال هذه الاجتماعات، اطرح كل ما عندك في هذا المحضر ويجيك الرد، بيجيك الرد أنه عمل كذا وعملنا كذا وبيعمل كذا بناء على التوصية اللي اتخذها المجلس. أي سؤال آخر يا إخوان؟ السلام عليكم. عبد العزيز عركان من محافظة الخبر. مثل ما تفضلت كلنا نبغى ننجح هذا المجلس، والمجلس يقام تقييمه كل 3 سنين، فودنا نعرف على أي أساس تقيم هذه الأهداف المبينة في المادة 2، عشان كل سنة احنا كمجلس ممكن نقيم نفسنا قبل فترة 3 سنين. شكرا. احنا نتوقع طبعا يعني هذا من تفاصيل التفاصيل، احنا نتوقع انه كل مجلس ايضا في اول اجتماع يضع له مؤشرات تقييم الاداء، بمعنى انا عندي هدف من اهداف المجلس، هدف كبير، هذا الهدف يعني ينطلق منه اهداف تفصيليه كثيره، لكل هدف تفصيلي هناك مؤشر للاداء، تم تحقيقه لم يتم تحقيقه. ابعطيك مثل بسيط، في هدف عام مثلا نشر ثقافه الحوار والتواصل مع الشباب، صح ولا لا؟ هذا الهدف يجي تحت أهداف تفصيلية كثيرة، أنت أو خلينا نقول سياسات تنفيذ تحقيق هذا الهدف، كيف بتحقق الآن هذا الهدف؟ ستقيم لقاءات، تطلع رحلات، تصدر نشرات، تعمل ندوات، هذه هنا تقيم أنت إلى أي مدى حققت هذا الهدف، وياريت يكون مؤشر تقييم الأداء يعني خلينا نقول كل 3 شهور، كل 4 شهور، كل 3 سنة، ربع سنة، كل نص سنة، كل 6 شهور. برضه يكون كويس. احنا طبعا التفاصيل هذه سنعمل ان شاء الله بها، يعني بنحاول ان شاء الله نطلع المؤشر او مؤشرات الاداء، بنحاول ان شاء الله نطلع الصلاحيات، بنحاول ان شاء الله نفصل في بعض الامور المذكوره ايضا عندكم في اللوائح، واحنا نعتقد انها تحتاج الى تفصيل. طبعا هذه الامور لا تتم في الحقيقه الا لما تزاول العمل فعليا تبدا تظهر. يعني مثلا الان مؤشرات تقييم الاداء، انا ما اعتقد انه يمكن الجميع كلهم حاطين في بالهم انه لازم عندي يكون مؤشر لتقييم الاداء، انا سويت وكم نسبه تحقيقي لهذا الهدف، لكن مع الممارسه ان شاء الله نتوقع ان تظهر امور كثيره جدا. طيب استعطي فرصه لي مساله الله يعافيك. طيب تفضل، ولا تسال عنه نيابه عنه. طيب خليه يسال. طيب السلام عليكم. عبد الرحمن طيب محافظه بيك. بالنسبة للأعضاء الغالبية هي طلاب أو موظفين، فالعضو عشان يحضر أكيد لازم يكون مفرغ، والأغلب الأعضاء غير مفرغين أو الكل، فكيف أنسق مع العمل أو أنسق مع الجامعة؟ لا ودنا في الحقيقة أنه الاجتماعات دائما تكون في وقت مناسب للجميع، يعني ما ودنا أنك تحضر وتترك محاضراتك، حتى لو كانت بإذن ما ودنا تترك محاضراتك وتحضر اجتماع، لكن كلنا الآن موظفين واللي معنا موظفين، ونعقد اجتماعات دائما تكون في وقت مناسب للجميع، يعني عادة يكون خارج وقت الدوام، يعني مثلا اجتماعات المجالس ممكن تتم في المساء، ايش المشكلة؟ بس المحافظة ولا اقطع كلامك، المحافظة المساء مسكرة كذا ما يفتحون، في مشكلة يا ابو غالي؟ ما في مشكلة، الاجتماع مرة في الشهر يكون في موظفين، يكون في عمالة وتفتح وتشتغلون وعادة، احنا مقدرين ظروفكم. احنا ما نتعامل ايضا مع الموظفين، نتعامل مع الطلاب، يعني الموظف لو غاب يوم ما في مشكله، لكن الطالب بتغيبه مره في الشهر ما هي طيبه، ما هي طيبه.
فابدا هذه ما فيها مشكله، ما فيها اي مشكله. وخاصه اذا المجالس حددت اجتماعها في الشهر مره ولمده سنه كامله